مرحبا بكم من جديد. بعد عامين من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة الساعية للاعتماد على الطاقة النظيفة، تعلن إمارة أبوظبي بدء تشغيل محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية. المحطة الجديدة ستقلل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%، كما تعد مثالا على تحسين استخدام الموارد الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات تعلن عن بدء التشغيل التجاري لمحطة نور أبوظبي كأكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، تديرها شركة مياه وكهرباء الإمارات. المحطة أنشئت في منطقة سويحان في إمارة أبوظبي بتكلفة إجمالية تبلغ 3,200,000,000 درهم، أي أكثر من 870 مليون دولار، وذلك بالمساهمة مع شركتين صينية ويابانية. المشروع الذي بدأ عام 2017 شارك في عملياته الإنشائية أكثر من 2900 شخص لتحقيق التشغيل التجاري في الوقت المحدد. الطاقة مشاهدين الإنتاجية لمحطة نور أبوظبي تبلغ 1177 ميجاوات، ما يتيح لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. المحطة تضم 3,200,000 لوح شمسي على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وتستطيع هذه الألواح مشاهدينا تلبية احتياجات 90,000 شخص من الطاقة. المشروع الجديد سيمكن الإمارة من تقليل الانبعاثات الكربونية لأبوظبي بمقدار 1,000,000 طن متري سنويا. بعبارة أخرى، ستتخلص إمارة أبوظبي من تلوث يعادل ما تنتجه 200,000 سيارة. قبل دخول المحطة الخدمة، كان إنتاج أبوظبي من الطاقة الشمسية 110 ميجاوات. هذا الرقم ارتفع الآن إلى 1,287 ميجاوات بحسب القائمين على المشروع. مشاهدينا، فإن افتتاح هذه المحطة يعد علامة فارقة في تنفيذ استراتيجية الإمارة للطاقة والإمارات بشكل عام، التي تهدف لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة المستخدمة إلى 50% بحلول العام 2050. إذن نتابع مباشرة من جدة مع الدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي. دكتور محمد، أهلا بك معنا في العربية الليلة. برأيك، ما مدى أهمية هذا المشروع في أبوظبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة افتتاحها أمس لهذه المحطة، والتي تعتبر أكبر محطة في العالم إلى الآن. والإمارات المتحدة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات في نهج تطوير مصادر الطاقة المتجددة وبالذات الشمسية. كلنا يذكر مدينة مصدر التي تم إنشاؤها وتعتمد على الطاقة الشمسية بالكامل. هي في الواقع دولة الإمارات تعتمد على تصدير الغاز والنفط. نعم. والغاز لديها احتياطات كبيرة منه، وبالتالي فإن بناء مزيد من محطات الطاقة المتجددة وبالذات الطاقة الشمسية. نعم. في الإمارات سيحرر مزيد من الغاز الطبيعي للتصدير. والذي يزيد الطلب عليه. يعني دكتور محمد، أنا الحقيقة كنت أفكر في هذا السؤال، أريد أن أطرحه عليك. يعني الدول الخليجية أو الدول النفطية الغنية بوسائل الطاقة التقليدية، النفط والغاز، يعني قد يقول قائل، ما حاجتها إذن بالطاقة الشمسية أو الطاقة النظيفة؟ الحاجة قائمة. أولا، الطاقة الشمسية متاحة في هذه الدول بشكل كبير، قد يكون على مدى 24 ساعة في اليوم، وإن كانت هنالك مبالغة. لكن في كل الأحوال، كلما زاد مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء أو في قطاعات أخرى، كلما أدى هذا إلى تحرير مزيد من النفط ومزيد من الغاز للتصدير. وبالتالي مداخيل أكثر، النفط والغاز المصدر، وبالتالي إيرادات هذه الدول. نعم. ستكون أكبر وأكبر. نعم. لذلك التفكير في هذا سليم. والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال تفكر في إنشاء أكبر محطة في العالم. نعم. بالتعاون مع بنك سوفت بانك. نعم. بتوليد 200 جيجاوات. وهذه حجم كبير جدا. نعم. سيؤدي إلى تخفيض
إلى تصدير الفائض إلى الدول المجاورة. نعم دكتور محمد، هناك أيضا مسألة هامة جدا في مسألة الطاقة النظيفة. للأسف في العالم العربي هناك صورة نمطية على أنه حماية البيئة أو التفكير في حماية البيئة هي رفاهية أو ضرب من ضروب المثالية. هل علينا أن نبدأ الآن بالفعل بتكريس مفهوم حماية البيئة؟ حماية البيئة أمر مهم، وإن كان هنالك اختلاف بين العلماء بالنسبة لموضوع التغير المناخي المحتمل، لكن عموما كل ما كانت البيئة كل ما قلت انبعاثات من مختلف الغازات الضارة سواء احتباس حراري وغيرها، كل ما أدى هذا إلى إيجاد بيئة نظيفة. ولذلك اتجاه دول الخليج جميعها بما فيها المملكة العربية السعودية إلى هذه إلى المصادر المتجددة، لكن ذلك لابد أن يكون على لا يكون على حساب الأولويات في الاقتصاد. نعم. وأن تكون هذه من ضمن الأولويات التي يجري ترتيبها من أجل تحقيق أكبر فائدة اقتصادية ومن ثم الفوائد البيئية. لا تنسى أننا مجتمعات نامية لازلنا، لا يمكن أن نجاري الدول الغربية. في بعض الدول الغربية تذكر بأننا سنعتمد على المصادر الطاقة النظيفة 100% ونستغني عن البترول وعن الفحم وإلى آخره. هذا بالنسبة لو تمت في الدول الغربية لا يمكن أن تتم في الدول النامية وبالذات دول الخليج. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، كنت معنا مباشرة من الرياض.